ازيك يا ابراهيم؟ ازيك يا هبه، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه يا اخويا؟ الحمد لله والله. انا جايه لك في موضوع كده. امورين يا حبيبتي. انا عايزه اقول لك ان انا قررت ان انا اتجوز ولقيت ابن الحلال. يا نهار ابيض، الايام بتجري كده ليه؟ انت نسيتي ان انا كنت باكلك يا بنتي ولسه ما كنت بغير لك اليومين اللي فاتوا دول؟ ايه يا ابراهيم، كبرت بقى يا اخويا. اللهم صل على النبي. وبعدين بقى يا حبيبتي؟ ما انا جايه لك بقى يا ابراهيم. جايه في ايه يا حبيبتي؟ عشان هتجوز. طب وبعد الجواز يعني؟ ما انا عارف ان انت هتتجوزي. طب وعملت ايه يا حبيبتي؟ جهزت نفسك؟ لا يا ابراهيم. ليه ان شاء الله؟ عامل ايه يعني؟ تعملي ايه في ايه؟ فين الجمعيات اللي انت عاملاها؟ لا مش عامله جمعيات ولا عامله حاجه. امال عامله ايه؟ طب والمراد بتاع ابوك هتتجوزي بيه يعني؟ ايه يا ابراهيم، هو ابونا حيلته حاجه يا ابراهيم عشان نورثه؟ امال اعمل لك ايه يعني؟ وانت جايلي ليه هنا يعني؟ ابراهيم عشان انت اخويا حبيبي، تجيب لي الشقه وتجهزني. ليه وان شاء الله؟ انت جايبه انت والعريس. انا وعريسي حجزنا الكوافير والفستان، وانت هتجيب لي الشقه والعفش. اللهم صل على النبي. هو ده اللي انتوا قدرتوا عليه؟ اه يا اخويا يا حبيبي. بقول لك، انت اخر مره انا ضربتك امتى؟ من كام سنه؟ من كام سنه؟ لا عيد الايام دي تاني.